الذي يستطيع الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة الرفيق صالح ناصر فليتفضل مشكورا. أسعد الله صباحكم جميعا جماهير شعبنا باسم القوى والمؤتمر والفعاليات المشاركة بمسيرة دعم المصالحة ورفع الإجراءات. أحييكم جماهير شعبنا أبناء غزة الصامدة المحاصرة. أيتها المناضلات والمناضلون أحييكم وأقدم دعما وإسنادا للمصالحة وعدم الارتداد عنها ومطالبتكم بالالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة أخيرا وصولا لوحدة وطنية حقيقية وبالشراكة مع الجميع صمام الأمان لمشروعنا الوطني وطريق النصر من مؤامرات تنتقص من حقوقنا الوطنية. ومطالبتكم أيضا برفع صوتكم لرفع الإجراءات وتوفير حياة كريمة لشعبنا. أيتها الرفيقات والرفاق جماهير شعبنا الحضور الكريم، ناضلتم منذ سنوات لإنهاء الانقسام البغيض الذي أرخى بظلاله سلبا على مشروعنا الوطني وعلى حياة شعبنا وحاجاته المعيشية وعلى مؤسساته الوطنية. وها أنتم اليوم تواصلون النضال من أجل إنجاح المصالحة وتذليل العقبات التي بقلق من محاولات الارتداد عن انجاز المصالحة، خاصة بعد عودة الوفود من القاهرة حيث عادت المناكفات والتصريحات وبعض الاجراءات التي اعتبرناها واعتبرتموها بانها ضارة ومعيقة في طريق انجاز المصالحة وصولا للوحدة التي ننشدها جميعا. مع إيماننا بالأمان الوظيفي للجميع بما فيهم موظفي 2005 ومن حق جميع الموظفين بمزاولة عملهم وضمان حقهم، إلا أن القرارات المتسرعة وعدم الالتزام بالآلية التي تم التوافق عليها بدعوة الموظفين للالتحاق بوزاراتهم تركت بلبلة وإرباك وقلق، وكأن هناك إحلال للموظفين بدل الموظفين. إننا ومن موقفنا الحريص على إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة ندعو الجميع للتحلي بالحكمة والصبر وعدم العودة للمناكفات والاتهامات عبر الإعلام، وندعو لوضع الآليات بروح التفاهم والحوار
لإزالة أي لبس وتباين في فهم النصوص بروح التوافق والمسؤولية بعيدا عن لغة التوتير والاشترافات المتبادلة، وحرصا منا جميعا فصائل عمل وطني وإسلامي. وخلال اجتماعنا في غزة بتاريخ 29/11/2017 قدمنا مقترحا للوفد المصري الشقيق يدعو اولا الالتزام بتطبيق اتفاق القاهرة 2011 وبما جاء في اتفاق حركتي فتح وحماس بتاريخ 12/10/2017 ومخرجات ونتائج حوار القاهرة يومي 21/22/11 بموجب البيان الصادر عن جلسات الحوار. ثانيا رفع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق سكان القطاع وقيام الحكومة بدورها في تلبية احتياجات الناس وتذليل العقبات أمامها. ثالثا تفعيل اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة والشروع في عملها بحضور الإخوة المصريين وفقا لمخرجات لقاء القاهرة 21/22/2017. رابعا تشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام ومساعدة جميع الأطراف وتذليل العقبات التي تعترضها. نجدد شكرنا وتقديرنا لمصر الشقيقة ونثمن جهدها المتواصل لإنجاز الوحدة ودورها في دعم وإسناد حقوق شعبنا الفلسطيني في العودة والدولة وتقرير مصر. الرفيقات والرفاق الإخوة المناضلون على الحضور جميعا في حوارات القاهرة وعلى طاولة الحوار دعونا إلى عدم الربط بين ما يسمى تمكين الحكومة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة وبين رفع الإجراءات والحصار، كما دعونا إلى أن تسير هاتان الخطوتان معا حيث لا تعارض بين خطوات التمكين والعمل في الوقت نفسه على رفع الإجراءات والحصار عن قطاع غزة. ووقفنا إلى جانب أهلنا في القطاع ليحيا حياة كريمة. ناضلنا من أجل رفع الحصار وفتح المعابر وحل قضايا الكهرباء والصحة والماء وشؤون البيئة، وفي المقدمة منها حل مشكلة البطالة خاصة في صفوف الشباب، واستئناف إعادة الإعمار وإطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الطيم والظلم عن قطاعنا الحبيب. إننا في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة تمكين الحكومة في أداء مهامها وبحيث تتولى مسؤولياتها كاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في قطاع غزة، نرى في الوقت نفسه ونطالب برفع الحصار والإجراءات، فهي ضرورة ملحة تمس حياة شعبنا الرفي الحريص الحاضنة الشعبية للمصالحة. العودة على الإجراءات وتوفير الحياة الكريمة لشعبنا تدخل في باب التمكين وتعززه ولا تتعارض معه. الأخوات والإخوة الأعزاء، إننا ندعو لتحصيل اتفاق المصالحة والعمل على ضرورة إنجازها وعدم النقوص عنها لإصلاح نظامنا السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية والانتخابات الشاملة باستكمال ما اتفقنا عليه عبر دعوة لجنة التفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها رأس الهرم الفلسطيني للوقوف أمام قرارات مصيرية لإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني وتبني استراتيجية نضالية
وكفاحية بديلة لأوسلو تجمع ما بين الكفاح في الميدان وتدوين القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها محكمة الجنايات الدولية. الرفاقات الرفاق الأعزاء الحضور الكريم، نرفض وبكل قوة الشروط الأمريكية بشأن فتح مكة منظمة التحرير الفلسطينية، فهي بمثابة ضوء أخطر للاحتلال ليواصل سياسة البطش والتنكيل بحق أبناء شعبنا من قتل واعتقال ومصادرة المزيد من الأراضي في إطار مشاريع الاستيطان الاستعماري، وكلها ممارسات تندرج في إطار جرائم حرب والجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي. كما نرفض وبشدة الموقف الأمريكي من القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية، فإذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية على نقل السفارة الإسرائيلية للقدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة عاصمة دولتنا الفلسطينية باعتبارها بالنسبة للأمريكان والإسرائيل عاصمة موحدة للإسرائيل، فإنها تضع نفسها خارج سياق الدور الذي يمكنها من خلاله أن تعمل وسيطا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسوف نقابله برد قوي ومناسب. إننا نطالب القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية بعدم الاستجابة للشروط والضغوط الأمريكية والعمل بموجب ما اتخذته المؤسسات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية من قرارات بشأن العمل على تدوين القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في المحاكم الدولية ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية، عملا بما جاء في قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015 وبيانات اللجنة التنفيذية بهذا الشأن، وهي كلها تدعو بإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال ووقف التزامات السلطة باتفاقات أوسلو وباريس الاقتصادي، ووفق البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية في 22/11. الرفاق الرفيقات والرفاق، نشكركم، نشد على يديكم مواصلين معا جهودنا لإنجاح المصالحة ورفع الضيم والإجراء والحصار عن شعبنا ليعيش حياة كريمة مواصلا نضاله حتى تحقيق هدف شعبنا في الدولة المستقلة وعاصمة القدس وعودة اللاجئين محقق في المصير. نشكر مجددا الرعاية المصرية والجهود التي يبذلونها من أجل إنجاح الوحدة. دمتم ودام الوطن، المجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء العاجل لجرحى. نشكر جزيلا الرفيق المناضل صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على هذه الكلمة، ونؤكد على أهمية ما جاء فيها نحو ضرورة توفير الحاضنة الشعبية والجماهيرية لدعم وإسناد المصالحة من أجل استعادة الوحدة الوطنية، كما ونؤكد على أن رفع الإجراءات عن قطاع غزة في إطار التمكين للحكومة حكومة التوافق. نشكر جميع من شارك في هذه الفعالية وكذلك الإخوة والإعلاميين والصحفيين، والسلام عليكم ورحمة الله.